بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، عندما نقرأ في كتب المتقدمين نجد أن الناس إذا نزلت بهم المصائب وحلت بهم الخطوب كانوا يهرعون إلى الكتاب وإلى السنة، فكانوا يختمون القرآن وكانوا يختمون صحيح البخاري، يقرؤونه بأسانيدهم، ويعتقدون أن قراءة الوحي كتابا وسنة من جملة الأسباب التي يتقوى بها الشعب على مقاومة ومصابرة هذا المصاب. الذي يحدث هذه الأزمان أن الأمة من جملة ضعفها أنها لا تصبر على سماع الوحي. يعني يمكن أن يسمع الرجل الغناء فينفعل بالغناء، لكن يسمع القرآن لا ينفعل بالقرآن. أمر عجيب، سبحان الله. هذا القرآن الذي إذا أنزل على جبل لا رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، هذا القرآن وهذا الوحي السنة وهذا الذكر. يذكر ابن القيم أن الجبل ينادي على الجبل: يا جبل، لقد مر بي ذاكر لله، فهل مر بك من ذاكر؟ سبحان الله، الجبال تتأثر بسماع الذكر، بسماع الأصل، بسماع الوحي، بسماع القرآن والسنة، فما بالك بالأناسي الذين جعل الله تعالى لهم عقولا وألبابا وأفئدة، ولكنهم انشغلوا فيما لا ينفعهم. تجد الرجل يسمع عبد العليم حافظ يتأثر وينفعل، يسمع القرآن لا يتأثر، أمر عجيب جدا. وفي مجال الدعوة والعلم الشرعي تجد أن من يحدث الناس بطريقة المصاطب تجد أن الناس تنفعل به وتتأثر، والذي يشنف آذانهم بالأدلة والنصوص ويربطهم بالأقوال العالية والنصوص المنيفة الرائقة ربما لا يلتفتون إليه، ويقولون بأن دراسة العلم بالطريقة النصية، بطريقة تراثية، بطريقة المتقدمين أمر عسير. سبحان الله، أمر عجيب جدا. إننا نحاول أن نقرأ كتب التراث لا سيما في مسائل الاعتقاد، في مسائل الاعتقاد. لماذا؟ لنعود الإخوة، وبإذن الله تعالى أنتم تنتشرون في بلادكم كانتشار الغيث إذا نزل الأرض فإنه ينفع، فكل واحد منكم هو رسول إلى قومه وإلى بلده وقبيلته، يدعوهم إلى الله ويقرع مسامعهم بما تعلمه في هذه البلدة المباركة. فلابد أن نتعود على دراسة العلم بالطريقة النصية، وأن كل مسألة تسمع فيها أقوال الأئمة، وأن تسمع فيها الأسانيد ولو لم تكن دارسا لها، لكن حسبك أن تشعر بالائتناس وأن تشعر بالراحة عندما تحشد النصوص في مسألة واحدة. نحن سندرس ونكمل الدراسة في هذه الرسالة المباركة، رسالة الاعتقاد للإمام أبي عثمان الصابوني عليه رحمة الله. والفقرة 81، وفيها أن الصابوني ساق بسنده إلى الفضيل ابن عياض أنه قال: إذا قال لك الجهمي إنا لا نؤمن برب ينزل على مكانه، لعل الأوفق أن نقول ينزل عن مكانه، فقل أنت: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. الجهمية هم الذين ينفون الصفات عن الله عز وجل، نسبة إلى الجهم ابن صفو.
الجهم بن صفوان كان ينفي الصفات فيقول: الله عز وجل عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة، حي بلا حياة، حكيم بلا حكمة، مريد بلا إرادة، إلى غير ذلك. فكان ينفي الصفات عن الله عز وجل، ينفي الصفات عن الله عز وجل. فإذا قال لك ذلك الرجل الذي ينفي الصفات عن الله عز وجل: أنا لا أؤمن برب ينزل عن مكانه، يعني ينزل ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا كل ليلة في الثلث الأخير من الليل فينادي: ألا من تائب فأتوب عليه، ألا من مستغفر فأغفر له. الحديث وذكرته من قبل بطرقه. وهنا ملحوظة أن نزول الرب لا يقتضي خلو العرش، أن نزول الرب لا يقتضي خلو العرش. لماذا؟ لأن النزول الذي يقتضي خلو المكان من النازل هذا في حال المخلوقين. يعني أنا الآن جالس على كرسي هذا، إذا نزلت وجلست بين حضراتكم إذن خلى الكرسي مني، هذا عند المخلوقين. أما عند الخالق وفي حق الخالق فإن الله تبارك وتعالى لا نثبت له ذلك. ولذلك ينزل ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا ولا يخلو منه عرشه. هذا قيد مهم جدا، استروه عندكم في الرسالة. ينزل ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا ولا يخلو منه عرشه. إذن الإشكال أن الناس ينزلون مسائل الاعتقاد على حسب أفهامهم وتصوراته. من أنت؟ أنت مخلوق، أنت عبد مربوب، خلقت من ماء مهين، عقلك قاصر، بل عقلك تابع، عقلك تابع. ليس هناك أحد يستطيع أن يحرك عقله إلا وهو عقله تابع لغير. عقلك تابع لإيه؟ للحواس. عقلك تابع للحواس، فعقلك لا يميز ولا يتصور إلا إذا غذي عن طريق الحواس. صوت أعلى من صوت، حكم عقلي. طعم أحلى من طعم، حكم عقلي. ولكن كل الأحكام العقلية إنما حكم بها عن طريق ماذا؟ الحواس. إذن العقل في أحكامه والعقل في إثباتاته تابع لماذا؟ للحواس، للحواس. طب والحواس تعترضوها الأعراض، تجد واحد عنده طول نظر، واحد عنده إيه؟ قصر نظر، واحد عنده عينه اليمين 6/6 والشمال 6/35 مثلا، ايه ده؟ اذن الحواس مختلفة من شخص لآخر، ولذلك العقول مختلفة من شخص لآخر. اما النص فليس مختلف من شخص لآخر، لانه من عند الله، لانه حق من عند الحق، فلا ينبغي ان نقيس الحق بمعايير الخلق. فإذا قال لك ذلك الجهمي: أنا لا أؤمن برب ينزل عن مكانه، تقول إيه؟ قل له: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. طالما ثبت أنه نزل يبقى نزل، كيف نزل؟ الله أعلم. دي مسألة متعلقة بالكيفية لا يعلمه إلا الله. هذا الحديث أخرجه، أو هذا الأثر أخرجه البخاري تعليقا، أثر فضيل هذا أخرجه البخاري تعليقا ووصله اللالكائي وغيره، وهو أثر عياض. نتكلم عن موقف السلف من أخبار الصفات. وقبل أن نتكلم عن موقف السلف أريد أن أؤصل شيئا بسيطا، أن معظم الكتب الأثرية النصية في مسائل الاعتقاد لم تتناول كلية الاعتقاد،
وإنما تناولت مسائل من الاعتقاد. كل كتب الاعتقاد النصية الأثرية لم تتناول كلية الاعتقاد، وإنما تناولت مسائل في الاعتقاد. ليه؟ هذه المسائل هي المسائل التي وقع فيها النزاع، فأراد المصنفون من أهل السنة أن يجردوا هذه المصنفات لإثبات الحق في مسائل الاختلاف، وإلا فإن هناك مسائل كثيرة من مسائل الاعتقاد لم ترد في مثل هذه المصنفات، فانتبه لهذه المسألة. ولذلك أثناء الشرح نحاول أن نأتي بما لم يذكر في مثل هذه المصنفات. نتكلم عن موقف السلف من أخبار الصفات. روى يزيد ابن هارون في مجلسه حديث إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس ابن أبي حازم عن جرير ابن عبد الله في الرؤيا، وقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إنكم تنظرون إلى ربكم كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر. وهذا الحديث سبق أن تكلمنا عنه كثيرا، وهذا الحديث ثابت في البخاري وفي مسلم، فهو حديث رواه الجماعة، بخاري ومسلم وأحمد وأصحاب السنن ومالك غيرهم. الجزء الآتي هذا: فقال له رجل في مجلسه: يا أبا خالد، ما معنى هذا الحديث؟ ما معنى هذا الحديث اللي هو حديث الرؤية، إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضارون في رؤيته، ما معنى هذا الحديث؟ فغضب وحرد. حرد أي تغيظ وهم به. هم به أي هم بضربه أو طرده أو أن يغلظ له في القول. فغضب وحرد وقال: ما أشبهك بصبيغ وأحوجك إلى مثل ما فعل به. صبيغ وصبيغ ابن عسل التميمي، صبيغ ابن عسل التميمي، ويلك ويلك، يقول له ويلك، جرير بيقول لذلك الرجل ويلك، ومن يدري كيف هذا، يعني من الذي يدري كيفية الرؤية، طالما الحديث ثابت، ولكن من يدري كيف هذا، ومن يجوز له أن يجاوز هذا القول الذي جاء به الحديث أو يتكلم فيه بشيء من تلقاء نفسه إلا من سفي نفسه واستخف بدينه. ثم يقول جرير: إذا سمعتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعوه. إذا سمعتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعوه ولا تبتدعوا فيه، ولا تبتدعوا فيه، فإنكم إن اتبعتموه ولم تماروا فيه، لم تماروا أي لم تجادلوا وتشككوا، فإنكم إن اتبعتموه ولم تماروا فيه سلمتم، وإن لم تفعلوا هلكتم. هذا السياق هو سياق الصابوني وليس عند غيره، وأصل الخبر وهو خبر الرؤية ثابت عند الجماعة كما ذكرته لكم. قصة الصبيغ الذي قال يزيد ابن هارون للسائل: ما أشبهك بصبيغ وأحوجك إلى مثل ما فعل به، هي ما رواه يحيى ابن سعيد عن سعيد ابن المسيب أن صبيغا التميمي أتى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، ده قصة صبيغ رضي الله تعالى عنه، فقال: يا أمير المؤمنين، أخبرني عن الذاريات ذروا. فقال عمر: هي الرياح، الذاريات ذروا هي الرياح، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته.
قال فأخبرني عن الحاملات واقرأ. قال هي السحاب، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قلت. قال فأخبرني عن المقسمات أمرا. قال الملائكة، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قلت. قال فأخبرني عن الجاريات يسرا. قال هي السفن، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قلت. قال ثم أمر به، أي أمر عمر بن الخطاب بصبيغ هذا، ثم أمر به فضرب 100 صوت. ليه؟ لأنه يسأل في المتشابهات وسنعلم الآن. ثم حمله على قتب، القتب ما يوضع على ظهر البعير اللي هو الجمل، كالبرذعة التي توضع على ظهر الحصان أو الحمار، ولكن على قدر السنام. البردعة بتكون بقى ما شاء الله، يعني اللي بيقعد عليها الراكب بيستريح. القتب ده على قد السنام، يعني مجعبرة كده، يعني اللي بيقعد عليها بيقعد وهو متأذي. إذن هذه عقوبة، هذه عقوبة. إذا ضربوا 100 صوت، وسنعرف بأي صوت ضرب، بالعرجين كما سيأتي بعد ذلك. ثم حمله على قتب، وكتب إلى أبي موسى الأشعري أن حرم عليه مجالسة الناس، ما يجالش الناس. فلم يزل كذلك، أي لم يزل محرما عليه مجالسة الناس حتى أتى أبا موسى الأشعري، أي أتى صبيغ أبا موسى الأشعري، فحلف بالأيمان المغلظة ما يجد في نفسه مما كان يجده شيئا. خلاص العقوبة هذه والمقاطعة هذه والعزلة هذه يعني أجدت فيه فتيلا. الكل ما كنت يعني أو كل ما كان يختلج في صدري شفيت منه تماما. فكتب عمر إليه ما إخاله إلا قد صدق، يعني بعد الضرب والتعزير والمقاطعة ما إخاله إلا قد صدق. خل بينه وبين مجالسة الناس، خل بينه وبين مجالسة الناس. هذا الحديث إسناده ضعيف، هذا الحديث إسناده ضعيف، لكن ضرب عمر لصبيغ لسؤاله عن متشابه القرآن وهو منشغل بما لا يعود عليه بالنفع، وأن سؤاله ذا هذا ليس سؤال تعلم وإنما هو سؤال تعنت، يعني هناك سؤال تعلم وهناك سؤال تعنت. فسؤال صبيغ لم يكن سؤال تعلم وإنما كان سؤال ماذا؟ تعنت، تكلف. ولذلك لو رجعنا إلى الخلف في مسألة القدرية أنهم يتقعرون العلم، يتقعرون العلم يعني إيه؟ أي يتكلفون طلب العلم، فيبحثون في دقائقه قبل كلياته ومجملاته، يبحثون فيما لا ينفعهم ويحررون المسائل التي لا تعود عليهم بالنفع، ولا يسألون إلا فيها، وحياتهم في هذه الدائرة. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أغلوطات المسائل. الحديث حديث معاوية أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أغلوطات المسائل. هذا الحديث هو حديث أبي داود، وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أغلوطات المسائل، ولكن إسناده لا يصح لأن فيه عبد الله بن سعد وهو مجهول. قصة ضرب عمر لصبيغ واتهامه إياه بذلك، وأن عمر لم يزل يجلده حتى سقطت عمامته، حتى قال عمر والذي نفس عمر بيده لو وجدتك محلوقا لضربت رأسك. محلوقا لماذا قال محلوقا؟ نعم، لا، لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الخوارج
وقال سيماهم التحليق، فلو وجده محلوق الرأس لظن أنه منين؟ من خوارج. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على قتال الخوارج، والذي قاتل الخوارج كان من؟ كان علي رضي الله تعالى عنه. فكأن عمر كان يتشوف أن يكون أول من قاتل الخوارج. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم، ولو يعلم الجيش الذي يقاتلهم ما له عند الله من الأجر لتمنى أن يقاتلهم. فأجر كبير جدا قتال الخوارج. ولذلك عمر كان متشوف أن يكون من الخوارج. لماذا؟ ليقتله فيكون أول من سن قتال الخوارج، ولكن لم يقدر له ذلك، وفعل ذلك من؟ علي رضي الله تعالى عنه. فعمر قال: لو وجدتك محلوقا لضربت رأسك، ألبسوه ثيابه، بعد ما ضربوا ألبسوه ثيابه واحملوه على قتب، ثم أخرجوه حتى تأتوا به بلاده، بلاد بني تميم، ثم ليقل أي أشيعوا بين الناس إن صديقا طلب العلم فأخطأه. يا سلام، إن صديقا طلب العلم فأخطأه. كم من أناس هذه الأيام طلبوا العلم فأخطأوه، وسلكوا سبيل العلم فزلوا فيه. هناك ناس كتبوا في الأصول وفي المصطلح وكتبوا الكتب المحررة ثم زلت أقدامهم بعد ذلك. يبقى فيه شبه بمن؟ بصدير. يبقى سلكوا سبيل العلم فأخطأوه. نسأل الله تعالى أن يمسكنا بهذا السبيل، وأن يعصمنا من الزلل والخطأ والضلل، فإنه سبحانه وتعالى ولي ذلك. ثم ليقل إن صديقا طلب العلم فأخطأه، فلم يزل وضيعا في قومه حتى هلك، وكان سيد قومه. هذا السياق بنحوه هو عند الدارمي وابن بطة والآجري بإسناد صحيح. إذن قصة صبيغ هذه قصة ثابتة وإسنادها صحيح، لكن الإسناد الذي ذكره المصنف كان إسنادا غير صحيح. وروى حماد بن زيد بسنديه أن صبيغ ابن عسل رؤي بالبصرة كأنه بعير أجرب، كأنه بعير أجرب يجيء إلى الحلق. الحلق جمعه إيه؟ حلقة. الناس مجتمعون، فكلما جلس إلى قوم لا يعرفونه ناداهم أهل الحلقة الأخرى عزمة أمير المؤمنين. ده الرجل ده اللي طردوا أمير المؤمنين ونهى عن مجالسة، امشي يا جدع أنت، يطردوه من الجلسة بتاعته. هذا الحديث في إسناد كلام، وأخرجه أيضا اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد. وروى حماد بن زيد أيضا عن يزيد أبي حازم عن سليمان بن يسار أن رجلا من بني تميم يقال له صبيغ قدم المدينة فكانت عنده كتب، اسمع، فكانت عنده كتب، فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فبلغ ذلك عمر فبعث إليه وقد أعد له عراجين النخل. العرادين جمع عرجون، والعرجون اللي هي الصباطة إذا فرغت من التمر، مش كده النخل بيكون له صباطات نازلة كده؟ الصباطات ديت لما نفرغها من النخل بقى، جمع له العراجين شوية صباطات كده، وده طبعا بتلسوع، يعني الواحدة بس لو أنت شديتها من الصباطة بتلسوع، ما بالك بقى لما يجمع له الايه؟ العراجين، هيدي له 100 خبطه بالعراجين دي. ما شاء الله، وذاك الراجل شج راسه وقال خلاص ليس في قلبي شيء مما كنت اجد. احيانا الضرب ياتي بنتائج، ولكن هذا ضرب السلطان، مش واحد بقى ينظرك في مساله وبعدين يقفل معاك تقول اه علي بالعراجين. يبقى عمر بن الخطاب علم بقدومه، لأن صبيغ هذا كان سيد بني تميم، وعارف أن عنده كتب بيتكلم كتير وبيخوض في مسائل المتشابه. قال هو جاي المدينة؟ طيب تعالى المدينة بقى،
جهز له الايه العرجين وخلاه يسأل وأجابه، وبعد ما خلص مع الإجابة ضربه كما سنعلم. فلما دخل عليه أي صديق دخل على عمر جلس، فقال من أنت؟ عمر الخطاب بيقول له من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ. وانظر إلى هذا الأمر، أنا عبد الله صبيغ، ده تكلف، ده تكلف، ما تقول أنا صبيغ. ها، يريد أن ينسب نفسه إلى ماذا؟ إلى العبودية. ويكلم من؟ يكلم عمر. ينبغي أن يتأدب في الخطاب، ينبغي أن يتأدب في الخطاب. تصور مثلا لو إن هناك واحد ذهب إلى مقابلة شيخ الألبان، يقول له من أنت؟ يقول له أنا من الطلب المجتهدين في علم الحديث. الله، تقول الكلام ده بين إيد الرجل إزاي؟ ما ينفعش. فعمر بن الخطاب كان شيطان يفرق منه من جلده وديانته، فتريد أن تقدم لنفسك بين يدي أمير المؤمنين، ده تكلف، وهذا ما يسميه ببلدي قلة أدب. رجل ما ترباش، مش عنده أدب ولا تربية، ولذلك كان عقابا أن إيه؟ أن يضرب، لأنه كان غير مؤدب. ودائما العلم يقدم عليه ماذا؟ الأدب. آفة طلب العلم هذه الأيام سوء الأدب، دي مشكلة خطيرة جدا جدا. طيب من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ. فقال عمر الخطاب وأنا عبد الله عمر برضه. ثم أهوى إليه، أهوى إليه فجعل يضربه بتلك العراجين، فما زال يضربه حتى شج، فجعل الدم يسيل على وجهه، فقال حسبك يا أمير المؤمنين، فقد والله ذهب ما كنت أجد في رأسي. نعم، هذا الحديث بهذا الإسناد مع جماله ولطافته أن لكن في إسناده كلام. وأخبرنا أبو عبد الرحمن محمد ابن الحسين ابن موسى السلمي، أخبرنا محمد ابن محمود الفقيه المروزي بها، أي بمر بها، كلمة بها دي تعود على مر، والنسبة إلى مر مروزي على غير قياس. حدثنا محمد ابن عمير الرازي، حدثنا أبو زكريا يحيى ابن أيوب العلاف التجيبي بمصر، حدثنا يونس ابن عبد الأعلى، حدثنا أشهب ابن عبد العزيز، سمعت مالك ابن أنس يقول إياكم والبدعاء، إياكم والبدعاء. قيل يا أبا عبد الله وما البدع؟ قال أهل البدع الذين يتكلمون في أسمائه وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته لا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون. هذا الحديث بإسناد الإمام مالك من أول يونس بن عبد الأعلى إلى إمام مالك، هذا إسناد في غاية الصحة. إذن أهل البدع الذين يتكلمون في أسمائه وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته لا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون. أخبرنا أبو الحسين أحمد ابن محمد ابن عمر الزاهد الخفاف، أخبرنا أبو نعيم عبد الملك ابن محمد ابن عدي الفقيه، حدثنا الربيع بفتح الراء الربيع ابن سليمان، سمعت الشافعي رحمه الله يقول لأن ألقاه بكل ذنب، إن الإنسان يلقى الله عز وجل بكل ذنب ما خلا الشرك أحب إليه من أن ألقاه بشيء من الأهواء. إذن أشد شيء بعد الشرك يا ماذا؟ البدع. أشد مصيبة بعد الشرك البدع. هذا الأثر إسناده صحيح عند البيهقي وأبي نعيم ومناقب الإمام الشافعي لابن الجوزي. بيقول الإمام الشافعي لأن ألقاه بكل ذنب ما خلا الشرك، أي ذنب ما خلا الشرك أحب إلي من أن ألقاه بشيء من الأهواء. أخبرني أبو طاهر حدثنا أبو عمرو
الحيري حدثنا أبو الأزهر حدثنا قبيص حدثنا سفيان عن جعفر ابن برقان قال سأل رجل عمر بن عبد العزيز عن شيء من الأهواء، يعني عن شيء من المسائل المبتدعة، عن شيء من المسائل المبتدعة، واسمع كلمة الأهواء، يطلق على أهل البدع أهل الأهواء، وتطلق على مسائل البدع أشياء الأهواء. ليه؟ لأنها تهوي بصاحبها إلى النار، تهوي بصاحبها إلى ماذا؟ إلى النار، فهي من الهوى، الأهواء من الهوى. وما ذكر الله تعالى الهوى في القرآن البتة إلا مذموما. والهوى يردي ولا يرضي، يردي بالدال ولا يرضي، يردي إلى النار ولا يرضي الرب. ولذلك قال بعض المتأدبين نون الهوان من الهوى منزوعة، فإذا هويت فقد لقيت هوانا. إذا تبعت الهوى ذقت الهوان، إذا تبعت الهوى ذقت الهوان. فرجل بيسأل أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز عن شيء من الأهواء، اسمع إلى هذه الوصية التي كأنها وصية وحي. فقال إلزم دين الصبي في الكتاب والأعرابي. اشمعنى إلزم دين الصبي في الكتاب؟ الصبي الذي لم يبلغ الحنث، لم يبلغ سن التكليف، الذي لم توجد له صفحة لتكتب فيها السيئات، الذي لم تلوث فطرته بعد. إلزم دين الفطرة، إلزم الفطرة اللي عليها الصبيان في الكتاتيب والأعرابي. من هو الأعرابي؟ الذي لم يخالط أهل الحضر، فلم يتأذى بتخليط أو أهواء. إلزم دين الصبي في الكتاب والأعرابي والها، والها أي اترك وتجنب، والها عما سوى ذلك. هذا الأثر أخرجه ابن سعد وغيره وإسناده حسن. قال الإمام الصابوني عليه رحمة الله أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا محمد ابن يزيد سمعت أبا يحيى القزاز يقول سمعت العباس ابن حمزة يقول سمعت أحمد ابن أبي الحواري يقول سمعت سفيان ابن عيينة يقول كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عنه. سبحان الله، كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عنه. يقصد بالسكوت أي السكوت عن كيفيته، أي السكوت عن الخوض في معاني كيفيته، وإلا فإن المعنى العظيم لابد أن يثبت. هذا الأثر ذكره ابن حجر في الفتح وعزاه للبيهقي وصححه. أخبرنا أبو الحسين الخفاف حدثنا أبو العباس محمد ابن إسحاق السراج حدثنا إسماعيل ابن أبي الحارث حدثنا الهيثم ابن خارجة سمعت الوليد ابن مسلم قال سألت الأوزاعي وسفيان ومالك ابن أنس عن هذه الأحاديث في الصفات والرؤية قال أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت. هذا الأثر المذكور عن الأئمة الأوزاعي وسفيان ومالك الذين قالوا في الصفات أمروها كما جاءت، معناها كما جاءت من حيث إثبات المعنى وعدم الخوض في الكيفية. هذا الأثر أخرجه الآجري في الشريعة والبيهقي في الأسماء والصفات وأيضا البيهقي في الاعتقاد وإسناده حسن. قال بعض السلف
قدم الإسلام لا يثبت إلا على قنطرة التسليم. الخبر ده نحفظه للوقت. قدم الإسلام لا يثبت إلا على قنطرة التسليم. مرة ثالثة، قدم الإسلام لا يثبت إلا على قنطرة التسليم. أرجو أن تكونوا قد حفظتم هذا الأثر. ماشي يا إخواني؟ حفظتوا؟ قول لي يا رجل. طيب، على قنطرة التسليم. أيوة نعم. طيب أبا إسحاق، أحسنت، بارك الله فيك. قال الإمام الصابوني عليه رحمة الله: أخبرنا أبو طاهر ابن خزيمة، حدثنا جدي، وجدي هنا هو ابن خزيمة، حدثنا الإمام أحمد ابن نصر، حدثنا أبو يعقوب الحسن، حدثنا كثير ابن عبد الله المزني عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ قال: الذين يحيون سنتي من بعدي ويعلمونها الناس. الذين يحيون سنتي من بعدي ويعلمونها الناس. هذا الحديث بهذا الإسناد حديث لا يصح. لماذا؟ لأن كثير ابن عبد الله المزني هو عبد الله، هو كثير ابن عبد الله ابن عمرو ابن عوف المزني المدني ضعيف، وضعفه ضعف شديد، فهناك من اتهمه بالكذب كالإمام أحمد والإمام الشافعي، كالإمام أحمد والإمام الشافعي، بل قال الإمام أحمد عنه: منكر الحديث ليس بشيء. وكذلك قال أبو داود والشافعي أنه كذاب. قال النسائي والدارقطني عنه أنه متروك الحديث، أنه متروك الحديث، وهناك من وهاه، فهذا إسناد واهن. لكن الجزء بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، هذا الجزء فطوبى الغرباء، هذا الجزء صحيح عند الإمام مسلم وغيره، لكن ليس بهذا الإسناد. إن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، الجزء ده موجود عند الإمام مسلم وعند بعض أصحاب السنن، فهو صحيح، لكن تفسير الغرباء غير صحيح. إذن هذا الحديث بهذا السياق بهذا الإسناد لا يصح، وإن كان أصله إيه؟ عند مسلم. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: سمعت أبا الحسن الكارزي، الكارزي مش الكارزي، بعض نسخ قالت الكارزي، الكارزي، والكارزي لعله الذي يصنع الكرز، والكرز الخرج والجوالق. الخرج اللي هي الايه؟ التي توضع على الإبل أو على الدواب، وموجودة إلى الآن في القرى، يقول لك خرج. فالذي يصنع الخرج والجوالق، الجوالق اللي هو الايه؟ الشولة، بيصنع الحاجات دي. ودي كمان عادة الأئمة أنهم كانوا يمتهنون المهن، الأئمة كانوا يمتهنون المهن، دي مسألة مهمة أيضا. الكارزي قال: سمعت علي بن عبد العزيز يقول: سمعت أبا القاسم ابن سلام يقول: المتبع للسنة كالقابض على الجمر. المتبع للسنة كالقابض على الجمر، وهو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله.
هذا الحديث أو هذا الأثر أخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه من هذا الطريق. وروي عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: دخلنا على عبد الله ابن مسعود فقال: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به. أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم: الله أعلم. قال عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. إذا من العلم أن تقول لما لا تعلم: الله أعلم. لابد أن يتعود المسألة دي. بعض الناس يشوف أخ ملتحي يقول لك: يا عم الشيخ في سؤال. شايفه ملتح، يبقى طالما ملتحي يبقى شيخ، وطالما شيخ إذا لابد يتكلم في الدين. طبعا كل الناس الآن تتكلم في الدين كلام مباح، كل من هب ودب الآن بيتكلم في الدين ويقول هذا من الإسلام وهذا ليس من الإسلام. فإذا كنت تجهل الشيء فإياك أن تفتي بغير علم، قل الله أعلم. قال بعضهم: تعلمت من مشايخي ثلاثا، الكتاب والسنة ولا أدري. يبقى ثلاث حاجات تعلم. تعلم إيه؟ الكتاب. اثنين السنة. ثلاثة كلمة لا أدري. كلمة لا أدري. بعض الناس يستحي أن يقول لا أدري. ولله ضر الإمام مالك عندما أتى إليه رجل من بلاد بعيدة ليسأله عن مسألة فقال لا أدري، فنحرشه. قال له: ألا تستحي أن تقول لا أدري وأنت إمام أهل الحجاز؟ مش مكسوف على دمك وأنت إمام أهل الحجاز تقول مش عارف؟ فقال: إن الملائكة لم تستحي عندما قالت: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. يبقى إذن من شرفك وعزتك ومكانتك وحرمتك ومن توفيق الله تعالى لك أن تقول لما لا تعلم، أن تقول إيه؟ الله أعلم. ما تقولش الله ورسوله أعلم، ولكن تقول إيه؟ الله أعلم، لأن الرسول قد مات، لكن الآن الذي يعلم هو الله عز وجل. هذا الأثر عن عبد الله مسعود أثر صحيح أخرجه البخاري في الصحيح وفي خلق أفعال العباد، كما أخرجه أيضا الإمام مسلم في صحيحه. إن شاء الله في المجلس القادم وهو اليوم القادم إن شاء الله نتكلم عن البعث بعد الموت. هناك حديث طويل ولكن أنا لن أذكره، والحديث الآتي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس المعقلي، حدثنا أحمد عبد الجبار العطاردي. هذا الحديث هو حديث طويل جدا وإسناده ضعيف. الحديث القادم ده حديث طويل وإسناده ضعيف، وهناك جمل فيه هي صحيحة ثابتة من غير هذا الطريق، ولكن هذا الحديث بطوله وإسناده لا يصح. نبدأ إن شاء الله المجلس القادم إن أمد الله تعالى في العمر ولم يجعل هناك عقبة إن شاء الله في البعث بعد الموت، وسأكون هناك يعني جلسة يعني قوية بإذن الله تبارك وتعالى. فتجهزوا للمجلس القادم، والله المستعان.